الصحة والجمال لون جديد للحياة. تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاء يتجدد معكم يوميا في التحدي. فيه تعودنا نناقش قضية من أجرى القضايا ووجهتي النظر. نتحدث اليوم عن ملف صحي أعتقد أنكم في حاجة لمتابعته، وخصوصا النهاردة تحديدا يمكن ناشر تقرير في أحد الصحف يعني بلساني، قلت فيه تحديدا نقلا عن مؤسسة أو منظمة الصحة العالمية، تقرير لحد ما مخيف جدا، يمكن مش أول مرة نتكلم عنه وتابعناه قبل كده وكلمنا عنه، ولكن نريد أن نعرف أسبابه وحلول النهاردة في هذه الحلقة. هو موضوع انتشار المرض الكبدي الوبائي، شفى الله كل مريض، فيروس سي، ولماذا هذا الانتشار الواسع، وخصوصا لما مصر التقرير منظمة الصحة العالمية تقول مصنفة الأولى عالميا، أعتقد الرقم مخيف جدا. ولما نسمع في التقرير أيضا الخبر منشور في أحد الصحف النهاردة، 25% من المصريين مصابين بفيروس سي، فكان لابد أن احنا نتكلم عن هذا الموضوع ونناقشه بمنتهى الحيادية وبمنتهى الصراحة ونعرف أسبابه إيه. معانا ضيوف كرام معنا ومعكم على الهواء مباشرة، الأستاذ دكتور صبحي محمود، استشاري أمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك يا مرحبا. الحقيقة وطبعا كان الطرف الآخر في التحدي النهاردة بعض الناس اللي بيعتقد بعض المواطنين ان هما سبب او قد يكونوا سبب في نشر العدوى عن طريق طبعا بدون تعمد، عن طريق مباشر او غير مباشر، وهم بعض صالونات الحلاقة. ولذلك جبنا احد هذه الاطراف، الطرف الثاني الاستاذ صابر جبريل صاحب احد هذه صالونات الحلاقة. اهلا وسهلا استاذ صابر، منورنا. الله يخليك، شكرا. طبعا في البداية يمكن سؤالي تحديدا للدكتور صبحي، الرقم اللي انا قلته ده تحديدا دكتور رقم مخيف، يعني 25% من الشعب المصري، وان مصر مصنفة الاولى عالميا، تعليق حضرتك على الخبر ده. 25% يعني كل 4 من الناس فيهم واحد عنده فيروس سي. مظبوط. يعني كل واحد من الشعب المصري بص حواليه كده هو، هل هو اللي مصاب ولا الثلاثة التانيين اللي مصابين؟ فهل انت تحمل فيروس سي وانت لا تدري؟ فمتى تدري؟ لازم نفتح عينينا، دي مشكلة قومية. ده لدرجة دكتور يعني في الخبر يا جماعة، يمكن بكلم عن دكتور ان كل سنة 100 ألف مواطن مصري معرضون للإصابة بفيروس سي. بالظبط. ده رقم مخيف الحقيقة. بالظبط، لأنه المشكلة في المصاب وعارف نفسه انه مصاب. تمام. والمشكلة الأكبر في انه مصاب ومش عارف نفسه انه مصاب. ماشي، فقد ينقل العدوى من غير ما يحس، من غير ما يعرف. العدوى ممكن تتنقل داخل البيت، العدوى ممكن تتنقل داخل صالونات الحلاقة زي ما بنتكلم مع الأستاذ، العدوى ممكن تتنقل في العيادات الصحية. مظبوط. عيادات الأسنان، المراكز لنقل الدم كده، العدوى ممكن تتنقل في أماكن كتيرة واسعة، بحيث صعب إن احنا نتحكم فيها إذا ما تكتفتش كل الجهود. وساعتك بنتكلم عن بعض الناس، بعض صالونات الحلاقة، طبعا مش هنقول الكل، يمكن الأستاذ صابر يمكن يتضايق شوية يقول لأ ازاي ده، احنا مش كلنا مصدر العدوى. رد حضرتك على كلام الدكتور استاذ صابر تقول ايه؟ هو الفكره حضرتك ان كان يعني عامل السيفتي في المجال بتاعنا قبل كده كان ما كانش موجود فيه العوامل الحديثه حاليا كجهاز تعقيم كعدد الكلام دوت، انما الفكره كان الاول مثلا في اللي هو الموس ابو عيش اللي كان بيرازع الجنازات القديمه دي او الافلام القديمه. تمام. فده كان عامل السيفتي بتاعه والامان وتطهيره قليل قوي، ومع ذلك ما كانش انتشار الوباء بالشكل ده. يعني عاوز تقول للاستاذ صابر ان انتوا النهارده بتستخدموا اجهزه التعقيم؟ انا موجود معايا عشان كده جبت الشنطه جنبي. بالفعل حقيقي بتستخدم في الصالون الحلاقه بتاعك جهاز تعقيم، زائد ان اصلا ان كل زبون بيحلق دقنه باستمرار عندي بيبقى ليه عدته، وانا جايب عدد الزباين بتاعتي. ده بالنسبه للموس اللي بناء على طلب الزبون نفسه يعني، ولا لا من غير طلب، انا كده كده عندي عدد، يعني عندي ناس جديده لاي حد داوم على ان هو يحلق دقنه بيبقى ليه موسه، عشان خاطر ده اللي هو بيحتك بيه الدم، لان هو الفيروس بيتنقل من خلال الدم. كويس جدا. لكن في حاجات بقى ما بتحتكش بالدم اساسا، فدي اساسا كده كده علمي جدا. الفيروس بيتنقل عن طريق الدم. تمام ماشي، ما بيتنقلش عن طريق النفس، فبالتالي لو حد كحف في داخل الصالون مش هيتنقل الفيروس، حد سلم على حد مش هيتنقل الفيروس،
فهو بيتنقل فعلا عن طريق الدم، ولهذا احنا قلنا صابون الحذاء. انا بقول ان الدكتور الاستاذ صابر هنا المفروض يعني هو او امثاله يعني اي صابون حلاقه المفروض يعمل ايه وما يعملش ايه تحديدا؟ الحقيقه في مستويات احنا عشان نعيش الواقع. مصر ما هياش كلها حي الزمالك، حي المعادي، حي مصر الجديده، يعني مش كلها في احياء راقيه. ما انا قلت لها مستغرب يعني كلام الاستاذ صابر حاسس فيه شيء من المبالغه. اسمح لي يعني جهاز التعقيم ده موجود في بعض الصالات حضرتك اجهزه التعقيم ممكن الدكتور برضه ياكد بقى يعني. في ما انا اقول لحضرتك اجهزه التعقيم بالنسبه للمعدات الطبيه بتبقى جهاز تعقيم حراري. احنا بالنسبه لنا عشان المعدات بيبقى فيها بلاستيك فبيصعب ان هي تخش جهاز حراري عشان درجه الحراره تبقى عاليه فالبلاستيك مش هيستحمل. فبيبقى في جهاز تعقيم ضوئي. تمام. فهو المفروض ان ده هو اللي خاص للمعدات بتاعه الصالون الحلاقه. وده موجود في الصالون عندك يعني انا ممكن اطلعه لحضرتك. طب والله نشوفه يعني عشان صدر المشاهدين يقتنعوا وده مطلوب على فيه ومفروض يعمم يعني ولا ايه دكتور؟ يعني هل حضرتك بتروح صالون حلاقه دكتور في اجهزه تعقيم؟ انا شفت ناس زي ما بقول الاستاذ صابر عاده حلاقه خاصه بحضرتك. انا ما بحلقش حلاقه لان ولا انصح لحد يحلق دقنه في محل ذهب. مظبوط تمام. الحاجات الشخصيه شخصيه المفروض يبقى في البيت يعني في البيت. ماشي. لكن شفت ناس بياخد معاه العده بتاعته سواء في عياده الاسنان سواء في الحلاقه. طيب هنا يعني في سؤال دكتور، هل بس حلاقه الدقن ولا ممكن الشعر ايضا ممكن ينتقل اذا حصل جرح؟ ما حصلش جرح خلاص. ما حصلش جرح ما فيش مشكله، لكن خلي بالك ان انت الجرح ده ما هوش لازم يكون منظور. يعني احيانا يكون في جروح سطحيه في الجلد. تمام. انت بتحلق دقنك في اتجرحت القشره الطبيعيه فابريجن كده. وهنا برضو دكتور خلي بال حضراتكم ما ينفعش واحد يستخدم مكنه حلاقه بتاعت حد تاني بدون شك. مهما في بعض الاخوات مثلا بيستخدموها مكان يعني بعض. ننصح يعني ما يجيش ابنك وهو يشوفك مثلا انت بتحلق فيقوم ايه بيحاول يجرب والده فمخد مكنه حلاقه وحاول يعمل كده. طيب. او حد يستعمل مكنه حلاقه. الجهاز دكتور حضرتك شفته في صالونات الحلاقه؟ في بعض الصالونات في بعض الصالونات فعلا موجود. كده كده يعني كده افتكرت شكل ده كده مظبوط. ده بالنسبه برضه في ده معقم لكل الادوات المظبوط العده كلها. ايوه. ده المفروض ده الموز ده بيستخدم المره واحده. تمام. ده المفروض بيتفتح من كيسه بيتكسر ده بلاستيك البلاستيك ده ويستخدم المره واحده ويترمي. تمام. ده بالنسبه للي ملوش عده عندي ومش موجود. بالنسبه للي عده عندي كل واحد بيبقى موجود. الحاجات دي انت جايبها بقى عشان الحلقه بقى ولا الصبر ولا ايه؟ هو تحضيرا يعني الحاجات دي اوريدي بتستخدمها بالفعل يعني انا عامه مش للشغل ولا لا مش دي شكلها يعني دي كلها حاجات مستخدمه اساسا بتاعه زباين ومكتوب عليها اسمائهم ودي موجوده عندك مكتوب اسمائهم فعلا دي كل انا واحد شايف الاسماء يعني فهي الفكره فكره حضرتك ان انا بشتغل مهنه انا بمتهنها بحبها فما احبش ان يبقى هو عنصر الاتهام عليها هو بس. طيب. او يبقى منظور تتفق معايا ان في يعني هنقول ان انت حلاق ما شاء الله يعني او راجل شوفير يعني متميز تتفق معايا ان في الريف المصري مفيش الحاجات دي خالص؟ ما هو الفكره حضرتك ان العامل الامان زي ما هو موجود من ناحيتي انا كان راجل صناعي المفروض يبقى من موجود من ناحيه الزبون ان هو يبدا يشوف دوت من ناحيته. تمام. بمعنى ان انا خايف على نفسي فالمفروض ان انا هبدا اطهر حاجتي اطهر الحاجات اللي هستخدمها على اساس ان لو حصل لا قدر الله ان في حد مصاب انا ما اتصابش انا كصناعي ما اتصابش. في نفس الوقت الزبون اللي هيبقى شايف ان عامل الامان مش موجود في المحل يعني الافضل يعني انت تتفق معايا وشفت ده دكتور شفت استاذ صابر لا هو في الريف المصري بيحصل بيع يعني في ناس بتدخل على بعض يا جماعه هم قاعدين كده على المصطبه يعني بيحلق له قاعد على المصطبه هنشوف فيديو على فكره بالله كده تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده بيحصل فعلا ولا ما بيحصلش مع الدكتور ومع الاستاذ صابر. الحقيقه اتفضلوا معانا نتابع التقرير ونرجع تاني. اتفضلوا معانا. شدك شديك يا عم صدقي انت قديلك كام سنه بتحلق؟ انا ليه من اول ما اتولدت بعد بعت من زمان يعني من زمان. طيب عايز اسالك كده بقى ايه ورينا الالات بتاعتك كده وطلع لنا كده خلينا نشوف مكنه ادم اعملها كده طلعها للكاميرا كده مكنه يدوي ومرايه طلع المرايه طلع المرايه المرايه ها دي مرايه عربيه طيب ماشي طلع بقى الحاجات والمكنه بالكهرباء اطلعها مكنه بالكهرباء تمام انت بتحلق في الشارع من زمان يا عم صدقي من زمان مفيش صالون محل ولا حاجه مفيش محل
لغايه دلوقتي ما فيش محل. بروح للزبون. تروح للزبون البيت او في الشارع؟ في البيت او في الشارع. انا عايزك كده تطلع لي، انا عايز اعرف انت بتغسل الحاجات دي ازاي، ولا بتطهرها ازاي، ولا بتعقمها ازاي ما بين كل واحد والتاني؟ لا، بطهرها بمطهر. مطهر؟ اه. تغسلها مثلا وبعد كده تطهرها. تغسل. تسمع عن فيروس سي؟ اه. فيروس سي. اه بطهر عشان فيروس سي. ايوه هو ده. بطهر عشان فيروس سي. تمام. تعرف ايه عن فيروس سي؟ لو اتنقل من شخص للتاني تعرف ان الحلاق اكتر واحد بينقل الفيروس؟ اه صح. فيروس الكبدي بيعمل ال... حد جاله حاجة قبل كده؟ لا مفيش حد. لا يعني كل الزمان بتوعك عايشين؟ مفيش. من زمان؟ من زمان. من زمان. اه. طب طلع لنا كده الادوات. شنطة مقص. طل طل وموش شفرة. طلع كله. طلع ماشي ماشي ماشي. طلع ماشي. الكيس ده. كل الحاجات دي انت غاسلها ما بين كل واحد والتاني؟ اه. انت انا شايف. طلع 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 ده. مفيش حاجة. دي المسارة دي مقلبة دي ولا ايه؟ لا دي الكراسة. الكراسة دي لو واحد ما دفعش فلوس ال لا ده بحط هاي الماشي في المواس. اه اذا كده فيش. ودي بحط فيه ناس الشفر دي اللحم. هو موس واحد وبتحلق بيه الناس كلها ولا؟ لا مش واحد. بتطهره. اه بالمطهر. روح حالك بيه. ودي بشن على المسن. يتسنى على المسن. اه ده يشن على ده. الجلد كده. طب سنه كده ورينا كده. وتحلق بيه كل واحد وهو كده يبقى الطهر. والموس الثاني ده بطهر بطهر. انا عايزك بقى تحكي لي بقى ايه، او تقول لي كل حاجه من الحاجات دي بتستخدمها ايه. دي مكان دي ايه دي؟ دي مكان ادوي في الغيط، بشغل بيها في الغيط. اه دي الكهرباء. تروح واحد يكون طلب طلب في الغيط. مش كهرباء في الغيط. في الغيط. اه اروح احلق له بدي ديها. تمام. في مثلا حته فيها حته فيها كهرباء بشغل مكان الكهرباء. كهرباء. اه بس مقص قال لي عاوز احلق بالمشط والمقص، بحلق له بالمشط والمقص. سوالف مثلا في الغيط كده. اه اه وكل حاجه يعني عاوز اخف شعره بالمقص اخف له شعره بالمقص. تمام تمام. طيب كنت عايز اسالك، قول لي طب والصابون ده ده, ده ده عشان مثلا حد يحلق دانه كده؟ اه والصابون. وعندي صابون كمان تاني. يلا ورينا الحاجات الحلوه دي يا عم صدق. في صابون تاني. اه ده صابون ده اللي هو آه. اللي بتحلق بيه للدق. اه عايز احط الحته وارغي دق. اه انا كنت عايز اعرف يعني انت ما بين كل واحد والتاني بتطهر الحاجات ازاي؟ بطهر. فين المطهر اللي معاك؟ في البيت. في البيت. احط المطهر المطهر كده. ما بين كل موس من كل واحد للتاني. كل واحد والتاني. لكن هو ده الموس ده ابدا اديله قد ايه معاك ده يا حاج؟ ايه موس ليه سنتين اهو. سنتين. اه لما يخلص بجيب غيره. هو نفس الموس انت بتسنه؟ اه بشن. سنه على على ايه؟ على في القناطر بشنه. طب على ودي ايه دي ماشي على الموس دي تخليه يبقى يتسنن ويبقى كويس. ارفع كده وريني، وري الكاميرا كده سن الموس. تمام. طيب والمكنه الكهرباء دي لما تكون رايح لواحد البيت احلق له بيه. اه ليها ثلاث مشاه. طب انت ما فتحتش ليه محل وتبقى موجود فيه يا عم صدق؟ لا خلاص الشباب فتحوا المحلات. فتحوا المحلات. اه انا ما بتوع مصاطب من زمان. مصطبه. اه لغايه الوقت بحلق انا على المصطبه. على المصطبه. واحد جاني اجيبه هنا واحلقه. بس زمان برضك الحلاق كان بيعمل حاجات كتيره. كنت مثلا خاني باخد بيه الحقن واروح رميه. طيب لكن الحقن بتاع الزمان كنت بتطهرها تغليها في المايه؟ اه بغليها في المايه قزاز. في حد مثلا بيبوظ الشعر زمان بقى يا عم صدقي؟ في مطبات في الراس لازم الواحد بقى ياخد باله منها. اه ما في ما يبقى في مطبات. اه ما ياخدش باله منها المقص هيعمل مضر. اه طبعا يا عم صدقي المقص ده انت مطهره قبل ما تيجي من البيت؟ شن. اه امال ايه؟ انا نفسي اشوف المطهر اللي عندك في البيت. ما تبعت حد يجيبه. هات لي حد يروح يجيب المطهر. انا عايزك تكلمني شويه عن فيروس سي. فيروس سي بيجيب الكبد ويجيب اجل البني ادم. تليف. اه فانا بطهر الحاجه دي عشان ما يحصلش كده. ماشي.
في طب تقول لزمايلك الحلاقين اللي ما بيطهروش تقول لهم ايه؟ اليوم طهروا طهروا ماسكم ومقصاتكم وطهروا نفسيكم حد. تمام 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 تمام. بعت انت تجيب المطهر. عايزين نشوف المطهر. طبعا ده اللي قلته لحضراتكم بدون مبالغه قبل التقرير. بشكر طبعا اللي قعد التقرير وطبعا الاخوه في الاعداد، وبشكر طبعا الدكتور الحقيقه، لان التقرير ده يمكن شفته بالفعل في الريف المصري، ويمكن حضراتكم شفتوه. الحلاق الصحه بتاع زمان اللي كان طبعا بيطاهر، ودي حاجه كانت مشكله الحقيقه، والدكتور بقى يكلمنا عنها. الحاجه الثانيه كانوا ما زال بيقعدوا فعلا على مصطبع على ريشه الانا زي ما بيقولوا على الترعه، ويقعدوا طبعا المشهد اللي احنا شفناه المشهد جميل. تعليق استاذ صابر بقى على الموضوع ده، هو طبعا الحاج قال ان احنا سيبنا خلاص بقى للشباب اللي زيكم اللي بقى فيه حاجات حديثه. هو الحاج ما جابش المطهر من البيت عشان احنا نطهر نفسنا ونطهر العده. هو بقى تجيبه يمكن على ما يجيبه نكون احنا رجعنا له. الفكره حضرتك ان يعني كل واحد المفروض ان هو بيطور من المفروض يطور من نفسه. لا من غير يعني غير ما انا اخذت من البلوسطه بتاعي مثلا او الصنايعي اللي انا اتعلمت منه. ايوه بتبتدي من هو انتهى. تمام. ما بتوقفش عند النقطة اللي هو اديها لك. فكرة انك انت برضو تبدأ تتابع في ايه اللي ايه النظافة، ايه الشيء الافضل انك تبدأ تستعمله عشان خاطر ليك وللزبون. طيب اعتراضك ايه على النوعية دي من الحلاقين؟ طبعا في حد يقول طب يسترزقوا ازاي يعني ياكلوا عيش منين يعني، لكن اعتراضك ايه على الصورة؟ هو انا اعتراضي مش على الراجل، لان الراجل هو عايز يرزق. اعتراضي على اللي بيحلق، لان هو اللي المفروض ان انت اللي تخاف على نفسك. مظبوط. مش هو الراجل عايز يشتغل. تمام. هو لو لقى مصدر رزق غير دوت هيشتغل. وبعدين المشكله ان عامل الامان في الاماكن دي اللي فيها زي عم حسين ديت هتلاقي ان حتى الميه نفسها مش كويسه. مظبوط. مش هو ده بس عامل النقل. احنا حتى شايفين الدكتور صبحي الترعه نفسها فيها يعني اخمام، يعني اكوام من الخمامه، يعني جو الحقيقه من غير صح. يعني هو ده اسمه صالون قرفص. مظبوط. عادي ده قرفص وروح دي احلى. ايوه. كنت بس عايز اكلم الاستاذ ان التعقيم ده مش كافي. ده مش كافي طبعا. ايوه. هو قال ان معاه العده بتاعه كل واحد شخصيا موجوده. تمام. المكان نفسه ممكن يكون نقع وقعت نقطه الدم هنا، مكان قطه في تعاصي الدم كده هو. فالفيروس ممكن يكون موجود في المكان. اي حد مسك حط ايده كده هو، انت بتحلق مثلا مع الناس مش لابس جوانتي. ممكن معرض انك انت نفسك تيجي لك العدوى، لان اي شعوعات غير مرئيه في الايد ولا في الجلد ممكن يتنقل عنها الفيروس. الفيروس ممكن يعيش فترة من الزمن بعد ما زبون يمشي. قديم. يقال ان حوالي 4 ايام الفيروس. 4 ايام؟ اه. طب ناخد اتصال ونرجع تاني للنقطة دي مهمة جدا. استاذ رضا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام معاك اتفضل اهلا وسهلا اتفضل. بقول لحضرتك بالنسبة لفيروس سي. ايوه. مش شرط يكون الحلاق بس يعني. يعني انت بتدافع كده عن استاذ صلاح ولا بتدافع عموما يعني؟ لا انا بتكلم عموما عامه. استاذ صابر يعني بتدافع عنه؟ طيب. لا انا اصلا بروح عند حلاقين وبروح احلق بقى، في شفرات موجوده عند الحلاقين وموجوده. تمام. كل واحد بالاسم بتاعه. طيب استاذ رضا انت عارف طبعا بثقافتك كمواطن مثقف المفروض ممكن ينتقل عن طريق ايه تاني، عارف ولا لا؟ ايوه عامه الاجهزه بتاع الاسنان. تمام. الدكتور بتاع الاسنان. دكتور الاسنان اه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ما كانتش الشفره بتاعه الحلاق نفسه نظيفه الفيروس هينتقل منها. مظبوط. بس كده يا فندم. اما الفيروس احنا من زمان يعني ايا كان احنا بنروح على اي محل ما كانتش الحاجه الواحد ما يشتغلش بلاها شغل خالص. تمام. اشكرك كده. اشكرك لاتصالك والله واستاذ رضا، وانا يهمني ان كل مواطن مصر الحقيقه وكل مواطن عربي يبقى عارف ومثقف لدرجه انه عارف يعني الوقايه خير من العلاج. عندنا صور للتعقيم، صور ازاي كيفيه التعقيم. ايوه. لو عندنا صور كده نعرضها نبين ايه الفرق بين التعقيم زي الادوات الموجوده دي وزي التعقيم اللي هو المفروض يكون موجود. طيب لان حضرتك اثرت حاجه زي كده حلوه جدا. اثرت نقطه مهمه واحب اشكرك مره ثانيه يا استاذ رضا الحقيقه. يعني استاذ صابر الحقيقه الدكتور يعني صبحي يمكن قال الجهاز ده غير كافي. غير كافي طبعا. ليه تاني مره للدكتور عشان ناكد لسه مش غير كافي. غير كافي لان التعقيم عندنا ليه مراحل. يعني في تعقيم كيماوي ان احنا مثلا بحط في مواد كيماويه، قبل ما بحط كمان في مواد كيماويه بحط في الترا ساوند يعني حاجه عشان تهز لي اي حاجات مترسبه على الادوات. بشوف مايكروويف وبعدين احطها في كتلون
غير ان انا ممكن احطها بالترا فايولت مثلا اشعه تحت فوق البلاستيكيه اشعه او اشعه تحت الحمراء او ممكن احطها في الهيتر زي ما بقول او الاوتوكلاف اللي هو بستخدم الضغط مع البخار. طيب يعني في درجات للتعقيم. طب نشوف التعقيم مع حضرتك معانا تقرير مع دكتور صبحي طب معانا ايوه نشوف بعض الصور مع الاستاذ سايبر والدكتور صبحي ادي هنشوفها على الشاشه دلوقتي. اشوف دي ده الاوتوكلاف شوف اللي حاجه بتدخل ده جهاز ايه دكتور ده جهاز اوتوكلاف الحاجه بتدخل جوه وتتقفل عليها ودرجه حراره معينه مع درجه ضغط معين عشان ايه الحاجه تتعقم جوه. تمام وطبعا مغلفه. طب الجهاز يعني ده الاستاذ صابر يجيبه ازاي يا دكتور؟ الحاجه اللي مع الاستاذ صابر شكله غالي يعني طبعا بدون شك بدون شك وصحه الانسان غاليه. الحاجه اللي مع الاستاذ صابر دي ما انتش عارف قبل ما تتحط في البلاستيك دي تعقمت ولا ما تعقمتش دي انا عارف ان انت شركه بس انا ما رضيتش اشيل التيكت بتاعها عشان خاطر اعلان اللوجو بس يعني شلت اللوجو عشان خاطر اعلان. تمام دي اصلا شركه مظبوط ماشي يعني انت كتر خيرك انت ماشي احسن من غيرك بكتير. لا ماشي لكن زائد ان حضرتك بتقول ان العامل دوت عامل الجهاز نفسه انا انت بالرغم ان انت بتقول هو مش كويس بس انت شفته لا انا قلت مش كافي ده المتداول يعني كمهنيا لينا عشان خاطر ان العده بتاعتنا بلاستيك فانا لو دخلتها في مستوى حراره عاليه مزبوط البلاستيك مزبوط هيسيح مظبوط طيب انا كده كل حاجه ليها كل حتى في نفس الوقت انت بنتكلم عن ان الوقايه اساسا سرنجات البلاستيك مش بتتعقم تعقم كل حاجه ليها طريقه تعقيم وكل حاجه وليها ان انا اتاكد من تعقيم. لا بس انا الاستاذ صابر معترض على ايه يعني هل معترض انا لانه هو بيقول ان هو مش كافي يعني انا عارف ان هي مفاجاه بالنسبه لك ان الجهاز غير كافي للتعقيم. لا هي مش مفاجاه بالنسبه لي انا بس راي الدكتور بيقول ان هو غير كافي هو كان في الاول بيقول ان انا المكان اللي هو حضرته بيروحوا كصالون لا في نفس الجهاز او هو شافه في اماكن كتير فهو انا عايز اقول لحضرتك هو الجهاز هو المتعارف عليه من خلال ماشي بس دكتور انا بالنسبه هو لما يجيب لي حضرتك ماشي هو لما يجيب الاجهزه اللي هو بيتعامل معاها هو كدكتور غير لما يجيب الاجهزه اللي انا بتعامل معاها يعني اصل انا هي كل واحد اختلاف مهنته مختلف كافي ولا غير كافي دكتور؟ لا غير كافي طبعا بس هو اللي ليه دكتور طبيا ليه؟ لان التعقيم يعني انت لما تيجي تحط حاجه في البلاستيك طريقه التعقيم ازاي؟ يعني انت خد مثلا السرنجه البلاستيك اللي انت تاخدها من الصيدليه ايوه ماشي؟ ماشي معروف تعقمت ازاي ومعروف فاليد الفاليد بتاعتها لغايه امتى؟ يعني صلاحيه بتاعه التعقيم لغايه امتى؟ تمام الحكايه علم انما انا مثلا اروح عند مثلا اخ زي الاستاذ صابر في صالون حلاقه ويطلع لي حاجه من بلاستيك طب ما انا مش عارف البلاستيك دي هي قبل ما تحط في البلاستيك دي اتعقمت ازاي؟ وتعقمت امتى؟ هي حضرتك انا هعقم لك تعقم حاجه ما استخدمتش ليه؟ يعني حضرتك انت هتعقم السرنجه ولا لازم ما انا بستخدم ما انا معقم حاجه اللي صدرت يعني هل انت عارف الصابر اسلوب التعقيم الامثل اللي بيتكلم عنه الدكتور استاذي مش انا ولا بيبقى الاستخدام يا هاب هازر بالصدفه عقم الشيء لما اكون مستخدمه لكن انا حاجه انا لسه مطلعها مكسها. طيب ده مش بيتكلم مراقبه لو حاجه بتاعت حضرتك انت تكون فيها في حاجاتها اولا في مطهرات موجوده اساسا في المكان مش كل حاجه مقياسه معقمه انت ممكن اقول لحضرتك ماشي انا بتكلم في ان دي حاجه انا مطلعها من علبتها مظبوط ماشي ما اتفتحتش ما اتحطتش على قميص من حد قميص في الكيس بتاعه من محل هل معقم؟ لا هو في الكيس بتاعه مظبوط فمش كل حاجه مقياسه معقمه انما احنا بنتكلم بقول لك الحاجه غير مستخدمه ايوه مظبوط لكن لما اجي اتكلم الناحيه العلميه هل ده اتعقم وتعقم ازاي والتعقيم بتاعه صالح لغايه امتى طريقه التعقيم طريقه التعقيم ايه وصالح لغايه امتى ماشي طيب. على كل حال انت لو هتختزل موضوع التعقيم في المعدات بتاعتنا طب ما انت عندك دكاتره الاسنان عاوزين نوصل للاهمال اكتر من كده بالظبط بالرغم ان انت عاوزين نوصل مع الساده المشاهدين مع الدكتور للاسلوب العلمي للتعقيم عشان الناس تتابع وتبقى عارفه وحريصه ان هي ما تروح لاي صالون حلاقه لان ده مصدر من مصادر ربما يكون العدوى الامثل. اتفضل دكتور. الحقيقه انا اشكر الاستاذ صابر على انه مهتم مظبوط ده في حد ذاته درجه من الوعي مهمه جدا. تمام غير الراجل اللي احنا شفناه اللي هو في الريف وقاعد على على شرط الترعه وكده هون يعني ده تخيل انه بينقل بنفس الموس ليه سنتين بيحلق بيه شوف نقل الممكن نقل عدوى لكام واحد رغم في ناس طبعا ممكن تزعل وحابه الجو ده طبعا براحتهم لكن احنا بنتكلم من الاسلوب العلمي لا احنا بنتكلم واسلوب طبي هو احنا فكره مشكله ممكن واحد يروح يحلق عند عم حسين لو كنت بالك هو حلقته برضه هو ما حسين مش هيقول له حاجه في الريف عندهم احنا عاوزين طبعا هدفنا في الصحوه كمان في البرنامج التحدي هو توصيل الوعي احنا هل المواطن النهارده في الريف عنده الوعي ده دكتور احنا في مشكله قوميه هو وظيفه القناه مثلا دي بتوصل لكل مصر تمام ماشي وظيفتنا ان احنا نوصل الوعي ان احنا ناخد الناس من هنا لصالون حلاقه اكد دكتور مع حضرتك على اسلوب التعقيم الامثل عشان يبقى كل المواطن مش بيتابعنا عارف الامثل ايه هو طبيعي اول حضرتك انا أيوة. الخطوات بتاعتي بس انا بلم العده بتاعتي عمدا ده يومي بيتحط في ميه سخنه لدرجه قويه شويه ومعاها ديتول بيتحط في الميه دوت وبعد كده بنشف الحاجه كويس وتتحط في الجهاز لمده ربع ساعه او ثلث ساعه. تعليق ده كتر خيره كويس
ده كتقييم يعني لكن هل كافي؟ هو التقييم الكافي او لا؟ لا طبعا لسه برضه. ليه بقى كده بتخوفنا يا دكتور؟ على فكره بتخوفنا بتخوف كل الناس كده. ما انا عايز اخوف الناس، احنا عايزين بقى الاسلوب العلمي الطبي، عايز اخوف الناس. هم جابوا لنا بقيه الصور بتاعه التعقيم، يا ريت نظره. في كذا صوره للتعقيم. التعقيم زي ما قلت، شايف شايف الجهاز نفسه المحيط ده، الاسنان، ده عيادة اسنان اللي اتكلم عليها الاستاذ المتصبر. المتصبر ان ايه؟ ان عيادة الاسنان اخطر، وفعلا عيادة الاسنان اخطر. نكمل مثلا، لو في صور ثانيه دي ماده مضره، ده التغليف. شوف الحاجه بتطلع متغلفه ازاي، اوتوماتيك مش يدوي. شوف واظن طبعا الاجهزه دي مش موجوده عندنا في مش منتشره. الحاجه اللي بتتحط في المقاسات دي مثلا، بتتحط في التغليف ماشي، في لون معين بيبقى في الغلاف. لما بتحطها في الجهاز بتاع التعقيم، اللون ده بيتغير مثلا من لون اخضر الى لون مثلا بنفسجي. وده معناه ان التعقيم كده افكتيف. أيوة. تعقيم كافي. تمام. لو ما توصلش للون ده يبقى التعقيم مش كافي. معلومه بصراحه اول مره اعرف. يعني أيوة. انت لما تيجي تاخد المحطه المقاصات دي، المقاصات دي مش معقم. امتى تعرف المعقم؟ تعرف ان اللون بتاعه اتغير. هو نفس الشركه اللي انتجت الغلاف دون. طيب. بالك كده، يعني التعقيم ولا درجه الحراره؟ التعقيم ولا درجه الحراره؟ ما انت حطيته في جهاز التعقيم. ايوه، هيخرج من جهاز التعقيم بما فيه حاجات اللي فيها بلاستيك. تمام. يعني حاجات البلاستيك بتتعقم بالاشعاع. يعني مش كافي ان انا اوصله لدرجه حراره زي ما كان مستر السايبر، لدرجه حراره معينه؟ لا طبعا، كده ممكن تقتل الميكروبات. درجه الحراره الاوتوكلاف بيشتغل على درجه حراره مع ضغط. يعني درجه الحراره فوق ال 100 120 مع ضغط 2 او 3 فوق الضغط الجوي. يعني هل كل صالون النهارده مطلوب ان يجيب اوتوكلاف؟ لا، المقاصات والحاجات دي يا ريت. يا ريت زي عيادات الاسنان. مكلف استاذ صابر؟ الدكتور هو اللي بيتكلم عنه، هو اللي يقول. يعني طبعا استاذ صابر، يعني احنا بنتكلم في وجهتين النظر، في التحدي وجهتين النظر طبعا لازم تتقبل. انا عارف الكلام ممكن يزعلك. لا ما ممكن يزعل بعض الناس، لكن الهدف هو وصول الاسلوب الامثل الطبي الامثل لسلام المشاهدين. اصل هي اختزال الجزئيه ان 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 الفيروس ممكن يتنقل من خلال المهنه بتاعتنا، ده في حد ذاته اختزال للموضوع وتهوين ليه. هو مش ضرب المهنه يعني يا استاذ. احنا انا مش فكره ضرب المهنه، مش جايين نضرب المهنه. ماشي، ما هي مش فكره ضرب المهنه، احنا بنتكلم ان مجرد انك بتحل مشكله كبيره. مظبوط. بتتكلم في ان عدد الناس المصابين بالفيروس في مصر 23 مليون، فلما يبقى في 23 مليون بني ادم موجودين هنا في مصر في الفتره اللي احنا فيها دي كده، يبقى قدام بعد كده انت مستني ايه؟ طيب بالظبط. هل انت متخيل ان المهنه بتاعتنا هي السبب الاساسي في ان ده يوصل؟ لا مش ده تكون سبب الاسباب. يعني حضرتك في نفس الوقت اللي كان المنتشر فيه الناس اللي زي عم حسين، كان السرنجات الازاز والحديد اللي هي بتتغلي عشان مزبوط. هو ده اللي كان متداول ايامها. مزبوط. ومع ذلك ما كانش نسبه الفيروس بالنسبه دي. طب ليه دكتور صحيح نقطه واجهه من الصعب الاثار دلوقتي؟ هي مش نقطه، هي نقطه بس الاجابه سهله، ما كانش لسه معروف. حضرتك يعني فيروس سي تم الاعتراف بيه سنه 89. حضرتك قبل كده ما كناش نعرف زي ما قال الاستاذ ان احنا مصنفين الاول على العالم كله. الثاني دوله 3 مليون. يعني ثاني دوله بعدينا 3 مليون. فانت بتتكلم في ان معنى وصلت الانتشار بالشكل ده عمره تختزله في شيء واحد. احنا بنتكلم لا ما اختزلناش بشكل شامل. حتى ان كان عامل السيفتي عندي مثلا، ممكن انت شايفه حضرتك من وجهه نظرك شايفه ان هو اقل. انا شايف ان في تخاذل من دكاتره كتير جدا بيوصل لحد مزبوط. الاهمال لاكتر من كده. بنتكلم في المستشفيات الحكومي، في اهمال لجروح مكشوفه وناس بتبقى مرميه في الاراضي. والتامين الصحي يا دكتور، مفيش يعني اي حاجه عيادات التامين الصحي بنشوف ان الناس اللي بتدمن وبتضرب بيسه او تضرب بيشكوا من بعضهم ده. طيب يعني بعض العيادات يعني، فهي فكره اختزال وجهه معينه او اتجاه معين. انا تقليل من حد بعينه، ويعني ان حضرتك ما تبقاش شايف حد تاني، ده في حد ذاته. انا مبسوط من الاستاذ صابر وثقافته ومعلوماته، وهبني على اللي هو قاله. الحلاق جزء ما هواش الكل، في اهم منه. قطاع الصحه هو الاهم طبعا. احنا الناس اللي بتنقل دم لازم يكون الدم ده سيف، ودي دلوقتي ما عندناش مشكله في نقل الدم في حد ذاته. الناس اللي بتغسل غسيل كلوي باستمرار معرضين ان هو يتنقل عن طريقها. الناس اللي هي بتخش في عمليات الصغرى مثلا في اي مستشفى، جرح بياخد غرز ولا حاجه زي كده، هون معرض بشكل كبير. الدكاتره والاطباء نفسهم والتمريض معرضين حاجه تشك ولا حاجه زي كده، هو مع بيسعف مريض وهو مش عارف المريض عنده فيروس ولا ما عندوش فيروس. فهو اكتر ناس معرض. ففي ناس في وسائل نقل العدوى كلها بتيجي عن طريق الدم. قال نقطه كويسه جدا وعجبتني منه، الناس اللي بتستخدم الابر، المدمنين. أيوة. اللي بيستخدموا نفس الابر وكده، والناس اللي بتعمل وشم
على ايديها كده وهو فرحانه بالوشم، وبرده ده من ضمن الجهاز بين مظبوط الجهاز بين. لا انا بس بسال لاني باكد، مش بسال لاني مش عارف، بس لا لا لأن, هو لان بعض الناس بتستهتر بيه جدا دكتور. لا 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 بيستهتروا فعلا، هو كتير قوي دكاتره عياده الاسنان اللوالب اللي بتركب للحريم، بنركب لولب بنشيل لولب، المكان التعقيم التعقيم التعقيم. اذا القاعده اللي كنت بقولها كده، اذا لم يكن هناك تطعيم فلا بد من التعقيم. تمام. التطعيم هو عباره عن ايه؟ ان انا بدي تطعيم للاطفال في سن صغيره، فبالتالي لما يكبر عنده مناعه، فبالتالي ده بيريحني. لكن ما فيش تطعيم لازم اهتم بالتعقيم. جميل ماشي. جميل طبعا. انا بحييك يا استاذ صابر على استخدامك طبعا لهذه الاجهزه، يعني نقول ان يعني لو كل واحد استخدم اجهزه زي كده متهيألي هيبقى في اسلوب تعقيم كويس. او انا شايف الاجهزه يكفي ان انا احاول اقلل النسبه. مظبوط. يعني انا ما ظبطتش، مش همنعها مره نهائي، بس على الاقل يكفي ان انا بشارك الدوله بشارك المجتمع بتاعي. مظبوط. ان انا بحاول اقلل. طيب ناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني، اسمحوا لنا عشان بس ما نطولش على الساده المشاهدين. استاذ سيد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت استاذ ابراهيم، انا كنت عايز اسال الاستاذ صابر سؤال بس بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي استاذ صابر بالامكانيات اللي حضرتك بتحلق بيها، انا كفرد من عامه الشعب مرتبي محدود، مصاريفي اكتر من الـ من الـ من الدخل اللي داخلي. انا لو بالمستوى ده جيت حلقت عند حضرتك هتاخد مني كام؟ انت عايز تقول تحلق بكام يعني؟ بس السؤال ده سؤال اللي انت بتقول عليها دي مش اقل من 30 جنيه في الحلقه. لا هو حضرتك كان كنت عايز الحلقه ولا في الحلقه؟ حضرتك تمام. حضرتك سؤال حضرتك تسوي كده. هو ممكن يكون اللي هو ايه اللي بيحلق للاي 1 في المجتمع مثلا. السيد هو بيسالك بيقول لك صحه حضرتك تساوي كام؟ الايه؟ صحه حضرتك تساوي كام؟ جميل، بس احنا دلوقتي بنتكلم في واقع. هو هو احنا ممكن الواقع ان انا بقدر المستطاع مثلا نحلق، يعني فهمني حضرتك، يعني بقدر المستطاع في امكانيات بسيطه تحافظ برضو على الصحه. هو طيب رسالتك وصلت ولا فيها اي سؤال تاني؟ اشكرك شكرا جزيلا استاذ سيد على اتصالك. هو بيتكلم في وجهه نظر برضه تحترم، يعني ماشي هو تحترم، يعني مش اي حد يقدر يدفع مثلا ال 100 جنيه في الحلقه يا استاذ صابر. هي يعني هي اولا رقم ولا مش 100 جنيه ما بيوصلش لكده. حضرتك الموضوع نفسه مش مكلف خالص. أي. الشفره اللي بتيجي بتبقى بتاعته هو، يستخدمها وياخدها معاه كمان، لان في جزء اللي معايا دوت وفي جزء هو بيبقى واخده حاجته معاه. ايوه يعني مش اي حد يقدر يدفع. لا 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 الموضوع بسيط جدا حضرتك. لا لا حضرتك انا ما بتكلمش خمس دقايق يا استاذ صابر، يعني اولا الموضوع نفسه يعني وليه دكتور؟ لا يعني مروح احلى ب 50 جنيه عشان لا هو حضرتك مش انا يعني. انا هي الفكره اولا انا ما بحطش، مفيش تسعيره محدده للكلام ده، مش حاطط تسعيره. لا الحمد لله انا بس يعني الزبون هو نفسه، هو اللي بيقدر المكان وبيقدر مهنه الشخص اللي عامله بالشيء اللي هو عايزه. أيوه. دي حاجه. تاني حاجه نظافتك انت ده بتعمله ليك انت كشخص، وفي نفس الوقت لمكانك وللي داخل يبقى حاسس بيه. هل بتلمس زي معين مثلا في ناس؟ انا ليا انا اولا انا ببقى واقف كاجوال عادي. تمام. وليا اصلا قميص ببقى لابسه عشان الشعر ما يبهدلش هدومي، وفي نفس الوقت اي حاجه بتبقى فيها دم ما بحتكش بيها بايدي، لان في مناديل وفي جوانتيات والكلام ده شغل موجود عندي يعني عادي. كويس. الفكره فيك دايما يا استاذ صابر. لا انا ما بشتغلش بيه لان ما بعرفش اشتغل بيه كشغل. لكن هو ما بتلمس حاجه فيها دم، والحاجه اللي فيها ده ما بتبقاش موجوده في المكان. طيب الفوطه بقى، ودي حاجه يمكن بشوفها بيبقى في الفوطه من مكان لمكان. لا الفوطه من واحد للتاني ولا ايه دكتور؟ مش دي مشكله برضو؟ لو الفوطه دي دي بتبقى الحاجات الزهراء فيها نقط دم ولا حاجه، في نقط حضرتك. لا طبعا هو كل ده انت يعني مش انا بتكلم عن الميكروبات مثلا، الامراض الجلديه مثلا صغيره سي يعني مش كده؟ لا الامراض الجلديه بيبقى حاجات ظاهره انت ممكن ترفضها من اولها، يعني مثلا حضرتك في زي التانيه الجدري، لو حتى في حاجات امراض شعر نفسها مثلا زي الثعلبه مش معديه، الثعلبه مرض نفسي. انما بالنسبه للقراع، في قراع كذا نوع من انواع القراع، ده المفروض ان طبيعي اي واحد بيمتهن مهنه يبدا يثقف نفسه عشان يبقى عارف شكل الحاجات اللي ممكن تضره وتضر حد تاني. طب هل بتعقم الفوطه بالفعل ولا بتعمل ايه؟ لا عشان حضرتك اللي فيه حاجه ظاهره انا ما بقبلهوش خالص، ده اكيد. انما بالنسبه للفوطه هي كده كده بيبقى في مناديل وورقه بتبقى موجوده، ورق بستريتش يعني بيبقى موجود. تمام. بس اول ما عاوز ارد ده، لان فعلا في ناس ما بتستخدمهاش دكتور وبتستهتر بيها رغم ان المناديل ده هو يحمي. الفكره حضرتك يحمي اي حد. الفكره حضرتك ان الزبون هو اللي بيقي نفسه بان هو لو شاف عامل النظافه والامان مش موجود في المكان بيرفض انه يحلق. والله يا دي في نقطه هنا، يا ريت الناس نفسها اللي عنده فيروسي يبلغ الحلاق يقول له انا عندي فيروسي، فبالتالي ياخد احتياطات اكتر. ماشي. احنا انا بقول لحضرتك وكمان فكره ان انت تبقى شيء عارف الاشكال الحاجات الظاهره اللي المفروض تقلل. ده مش ما ما ما
يعني المرض الجلديه الظاهره اللي انت قلت عليها دي قصه ثانيه. لا انا فاهم بس مشكله الفيروس انه مش معروف. طيب يعني عاوزين نوجه بقى رسائل سريعه للاستاذ صابر والاستاذ المشاهدين. دكتور صبح تقول لهم ايه ده؟ والله انا يعني سريعا بعد سريعا كل أربعة من الناس فيهم واحد عنده فيروس. الموضوع خطير، الموضوع يهم الاقتصاد المصري، يهم الشباب مصر، يهم البلد كلها بصفة عامة. أشكرك أشكرك فندم الدكتور صبحي طبعا محمود استشاري أمراض البطن والجهاز الهضمي والكبد، نورتنا وشرفتنا على هذه المعلومات، وأشكرك أستاذ صابر جبريل على ثقافتك طبعا يعني علمك وحرصك على المواطن المصري، وبشكر كل متصل اتصل بينا وكل السادة المتابعين لينا. أشكركم في نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن يشفى ويشفي المولى عز وجل لكل مريض، وهذه تحياتي إبراهيم التحي، وأرجو لكم جميعا أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.